هذه موعظة من القديس عدنان إبراهيم، اسمعوا. غطى عن ليس بحاكم التفتيش، انجوز الشمس. ليس بحروب الصليب، شارلمان واستكسور وانثفيه، مستحيل. ليس بالقتل أيها الأخوة، واعتقال حريات الناس والدوس على حرية الضمير وإكراه الناس على الدين، كل هذا ساهم في إضعاف النصرانية وفي تشكيك أهلها فيها وخروجهم منها أفواجا. وانظروا إلى الغرب اليوم بسبب هذه الأشياء، لكن النصرانية لا تزال موجودة وديانة واسعة وممتدة، وكان يمكن أن تكون أوسع بكثير. لماذا؟ أنا أقول لك لماذا؟ بالسيف الذي حمله المسيح لم يحمل يوم سيف. المسيح ولا مرة حمل سيفا في اللحظة التي تم القبض عليه فيها وأخذ. أول شيء، المسيح عليه السلام لم يقبض عليه بل رفعه الله. هذا بكل شيء. وعدنان إبراهيم يقول أنه قبض عليه، إذن هو يؤمن بأن المسيح صلب، ممتاز، ويؤمن بأنه مات ولن يعود. من فكر عدنان إبراهيم مخالف للكتاب والسنة وقول العلماء، وهذه فتوى الشيخ ابن باز في من ينكر نزول المسيح فهو كافر. فطبعا عند الشيخ محمد صالح منجد فتوى، لما سئل الشيخ المنجد عن من ينكر الدجال ونزول عيسى عليه السلام، قال هذا يحرم السماع إليه، يحرم السماع إليه. طبعا بعض زنادقة عدنان حيردوا علينا، وكل الملاحدة وأحباب عدنان كلهم مخالفين، وبعض الشيعة، وزي ما بيحكي عدنان حبه للنصرانية ويدافع عن النصرانية ويطعن بها. اسمعوا شو يقول عدنان. ترجع بطرس بيت الأكبر، بطرس عفو الحواري كبير حواري، أخرج الخنجر لكي يدافع عن سيده، قال له أرمد خنجرك. لا لا لا، أول شيء عدنان عندنا الكتاب مقدس درسناه قبل ما أنت تدرسه. أنت تقول أنك علامة، أول حاجة لا تقول أنك علامة ولا يدعي تلاميذك أنك علامة. ما في علامة بيطلع المنبر بعلم الناس من الكتاب المقدس. ثم أصلا في واحد من تلاميذ يسوع سل سيفه وقطع أذن أحد الحرس، فأنت كذاب. وممكن أنجيب لك إياه هذا الآن ببحث سريع من الكتاب المقدس. أول شيء خلينا نرد عليك في إنجيل متى الأصحاح 10 العدد 34، يقول المسيح عندهم: لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. أنت بتجاوب من الإنجيل وبتكذب الإنجيل. أنا ما بدافع عن الإنجيل، بدافع عن جهلك. أول حاجة حنبحث في قطع أذن، لحظة أجيب لك الكتاب، وين حرف النون؟ كيبورد انجليش، هاي هلا بنجيب لك وين تلميذ اللي قطع. وفي متى يعني عدنان يكذب، حتى يكذب يدلس فوق ما الانجيل محرف تحرفه. شوف شو قال: وفيما هو يتكلم إذ يهوذا أحد الاثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصا من عند رؤوس الكهنة وشيوخ الشعب، والذي أسلموا أعطاهم علامة قال: الذي قبله هو أمسكوه. فللوقت تقدم إلى يسوع وقال: السلام يا سيد، وقبله. فقال له يسوع: يا صاحب لماذا جئت؟ حينئذ تقدموا ألقوا الأيدي على يسوع وأمسكوا، وإذ واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس كان فقطع أذنه. أنت واحد كذاب يا عدنان، يا رجل ما الإنجيل محرف أنت تحرف من عندك كمان، الله أكبر، مدلس حتى في المسيحية يدلس، يخرب بيتك يا كذاب. المسيح انتصر ليس بسيف لم يرفعه يوما، لم يفكر في رفعه اصلا، انتصر بموعظة الجبل: احبوا اعداءكم. كذاب ولا انتصر ولا حاجة. المسيح علم بقوة الهية صبت في قلبه، في اعصابه، في عروقه، سارت فيه مسرة الدم في العروق. علم ايها الاخوة انه لا يقهر الجريمة، لا يقهر الظلام، لا يقهر الشلل، لا يقهر التشوش والإرباك إلا قوة الإيمان. طيب خلينا نشوف يا أبو الحب، أنت حكمك في الإسلام اللي ينكر نزول الدجال، خروج الدجال ونزول المسيح، حكمه عندنا كأهل السنة وجماعة كافر. وطبعا الحكم في السماع لعدنان حرام، واللي مش عاجبه هو حر، هو يقول لك أنتم وأنتم. طيب الله يخلي أشوف عدنان إيش كذب هنا في الإنجيل ودلس، قال له لا تضرب،
خليني بس ابحث عن يعني بقوة إلهية صبت في قلبه. أنا سأستسلم له. إيش قال أنا أستسلم له؟ أخرج الخنجر لكي يدافع عن سيده. قال له أخرج خنجرك. من سل السيف بالسيف يكون موته. طيب لحظة، من سل السيف من سل، خلينا نبحث عن هاي الجملة. أشوف هذا إنجيل عدنان ولا وين؟ من سل السيف من سل لوقا متى إشعياء متى من سل سيف اليعم كل بشر أني أنا رب مخلص وفادي. من وين جاب هاي من سل السيف؟ يخرب بيته، هذا حتى في الإنجيل بيحرف. شوف مرة ثانية، نجرب من سلة ما في. ما في من سلة السيف، من وين جاب عدنان هاي؟ من سلة طب هاي كلمة سيف، خلينا ندور على كلمة سيف كم مرة ذكرت في الكتاب المقدس يا حبيبي. 390. طيب نروح على آخر واحدة، رؤيا يوحنا. أمين لكم. هذه رؤيا حنا السيف، وما السيف متى، هنا نبدأ في متى. ثم جئت ألقي السلام بسيوت وضرب عبد رئيس كان فقطع أذنه. أيوة هيو لأن كل الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون. هو لحظة أنا مش موضح هنا، هذا هو النص. عدنان إيش قال؟ من سل السيف بالسيف يكون موته. أيوة يعني أنت تحرف في الكتاب ما هو محرف. رد سيفك إلى مكانه، مش خنجرك. إلى كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون، يعني كمان أنت تحرف فوق ما الكتاب المقدس محرف. يخرب بيتك والله جد. أنا مستغرب من اللي بدرسه عند عدنان، يعني عدنان مش حافظ القرآن. يقول لك لا يوجد آية في القرآن تقول أن الله أن الملائكة تؤمن بالله، والآن جاي يكذب على الإنجيل. سبحانك يا ربي، لا حول ولا قوة إلا بالله. متابع لعدنان في أحد مغامراتك وأحد هرطقاتك. طبعا لا تنسوا حكم عدنان إبراهيم والحكم السمع عليه. السلام عليكم.